أحب صديقي العزيز معالي وزير خارجية الصين وانغ يي في زيارته وفي بداية جولته الأفريقية، ونقدر بأنه اتخذ من مصر المحطة الأولى لهذه الجولة، بما يعبر عن خصوصية العلاقات اللي بتجمع بين البلدين. هذه العلاقات علاقات راسخة، علاقات مبنية على إسهام حضارتين عظيمتين في المسار الإنساني، وعلاقات اتسمت دائما بالقوة. فمصر كانت أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، كانت دائما داعمة لمبدأ الصين الواحدة، وتستمر في السعي لتنمية العلاقات الثنائية والتنسيق حول العلاقات الإقليمية والدولية مع الصين. صباح اليوم تشرف معالي الوزير بلقاء السيد الرئيس، تم خلال اللقاء وخلال لقاء المنفرد والموسع الذي جمعنا استعراض كامل لمجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، على أرضية التوافق الواسع والرغبة المشتركة لاستمرار تنمية هذه العلاقة، علاقة استراتيجية شاملة كما أطلقناها أنا ومعالي الوزير سنة 2014، ولنا الشرف الآن أن نوقع على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للسنوات القادمة 24 ل 28. مباحثتنا تطرقت بشكل تفصيلي إلى مجالات التعاون القائمة فيما بيننا، التنسيق على مستوى سياسي، مجالات التعاون الاقتصادية، وبالتأكيد أنه الصين والشركات الصينية خلال العشر سنوات الماضية كان لها إسهامها الكبير في جهود مصر التنموية في المشروعات البنية الأساسية في العاصمة الإدارية في العالمين الجديدة، القطار الكهربائي الخفيف وغيرها من المساهمة والاستثمار في الجهود التنموية المصرية. وتحدثنا عن أفاق التعاون المستقبلية في هذا الشأن، واستعداد الصين لاستمرار التعاون الوثيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة، التنمية والازدهار لشعبي البلدين. نثمن كثيرا ما حققته الصين من تقدم هو مثل للدول النامية للعمل وللإرادة السياسية لتحقيق التقدم والتنمية، ونتطلع إلى استفادة من التجربة الصينية. مجالات التعاون فيما بيننا عديدة، التوافق والتنسيق على مستوى السياسي والمتعدد الأطراف مشهود له بالدعم المتبادل، وبالتأكيد أنه الأحداث الراهنة في النطاق الإقليمي، الأوضاع في غزة، التوتر في البحر الأحمر، استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والعدد الضحايا من المدنيين وعملية التهجير وعمليات القصور في توفير المساعدات الإنسانية نظرا للإجراءات المتخذة للكشف عن هذه المساعدات، يضع المدنيين في غزة في وضع يصعب أن يوصف إلا بأنه وضع مأساوي. نستمر في السعي لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا، خاصة في مصر من حيث الرفض الكامل للنزوح، المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري لهذا الصراع العسكري على أرض غزة، توفير المساعدات بدرجة كبيرة. وهنا نشكر الصين على دعمها للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن 2027 الذي يتيح للأمم المتحدة أن تصبح المسؤول عن التحقق من المساعدات ويسرع من
دخولها إلى قطاع غزة. سوف نستمر في التنسيق والتعاون للتعامل مع أساس القضية وهي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن ضمنها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليس في إطار مزيد من التعامل مع مسار، وإنما لتحديد توقيت محدد لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية من حيث إقامة الدولة الفلسطينية، وهو الذي يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام لكل شعوب المنطقة ويفتح أفاق التعاون. الأوضاع الحالية ليست وليدة اليوم أو الوقت القريب، وإنما هي وليدة احتلال قائم لسنوات عديدة لم تسفر المفاوضات والمسارات عن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقد حان الوقت لإنهاء هذه الدوائر من العنف والعنف المتبادل التي لها أثرها السلبية على شعوب المنطقة وعلى الاستقرار الدولي. أرجو أنه يكون دائما في هذه المواضع من التواصل فيما بين قيادة البلدين، وهو ما يحرص عليه كل من فخامة الرئيس شي جي بينغ وفخامة الرئيس السيسي، وقد تلقى فخامة الرئيس السيسي رسالة شفهية من فخامة الرئيس شي جي بينغ بمناسبة إعادة انتخاب سيادته لفترة جديدة، وتوجيه الدعوة لفخامة الرئيس السيسي لزيارة الصين، كما وجه فخامة الرئيس الدعوة للرئيس شي جي بينغ لزيارة مصر في إطار استمرار التواصل على كافة المستويات لما توليه البلدين من أهمية بالغة للتعاون فيما بينهم على المستوى الثنائي والمتعدد، ومشتركهم الآن في البريكس، وهو إطار آخر نسعى إلى أن يكون محقق لأهدافنا المشتركة. شكرا جزيلا، وليتفضل السيد الوزير. الأصدقاء من الإعلام، أهلا وسهلا بكم. للدبلوماسية الصينية تقاليد، ألا وهو زيارة وزير الخارجية الصيني إلى إفريقيا في زيارتها الأولى في مطلع السنة، فإن هذا التقليد قد استمر 34 سنة. هذا يعكس الصداقة العميقة بين الصين وإفريقيا، ويجسد للعالم وقوف الصين إلى الأبد مع العالم النامي. يسعدنا كثيرا أن أختار مصر كالمحطة الأولى إلى إفريقيا. المثل المصري يقول: يلي شرب من نهر النيل حيرجع تاني. بمطلع السنة الجديدة اجتمعنا مرة أخرى بجانب نهر النيل. على مدى السنوات الأخيرة وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق الشعب المصري إنجازات عظيمة في بناء الوطن. قبل أيام فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى بأغلبية الأصوات، ونتقدم بالتهنئة الخالصة لذلك، ونثق بأن السيد الرئيس سيواصل قيادة الشعب المصري لإحراز مزيد من الإنجازات في تحقيق نهضة الأمة. تصادف السنة الجارية الذكرى 10 لإقامة شراكة استراتيجية شاملة بين الصين ومصر، فعلى مدى عقد بقيادة من الرئيسين شي جين بينغ والسيسي، فتحت البلدين عهدا ذهبيا للتطور الطفري للعلاقات الثنائية في وجه المستقبل. وتحت قيادة من الرئيسين تحدنا الثقة تم بأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين مقبلة على عهد أكثر إشراقا. قبل قليل أجريت مباحثات مثمرة مع معالي الوزير، وتواصلنا إلى توافق واسع النطاق. نرى بالإجماع على ضرورة
تعميق الثقة المتبادلة على الصعيد الاستراتيجي باستمرار للدفاع عن المصالح الحيوية للطرف الآخر. نشكر دعم المصري للمصالح الجوهرية الصينية وخاصة مسألة تايوان، وسيواصل الجانب الصيني دعم مصر في الحفاظ على سيادة الوطن وأمنها واستكشاف طريق تنمية المتناسب مع الظروف الوطنية. نرى بالإجماع على ضرورة دفع ببناء الحزام والطريق بجودة عالية لتحقيق المنفعة المتبادلة أعلى المستوى. اليوم وقعت قبل قليل البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة لخمس سنوات القادمة. نحرص على حسن تنفيذ ما ورد في البرنامج وتعميق التعاون العملي في كافة المجالات ومواصلة دعم مصر في بناء الاقتصادي والاجتماعي والاستيراد مزيد من المنتجات المميزة من مصر وتشجيع مزيد من الشركات الصينية للاستثمار ومزاولة الأعمال في مصر. نرى بالإجماع على أن الصين ومصر كلهما من الحضارات العريقة، فمن المهم تعزيز الحوار الحضاري لتحقيق تفاهم الشعبي على مستوى أعلى. نحرص على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالات الشباب والثقافة والمؤسسات الفكرية والتعليم المهني، وتشجيع مزيد من السواح الصينيين لزيارة مصر للمس الكاريزما للحضارة المصرية العريقة. نتفق على إجراء مزيد من التواصل والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية. مصر دولة كبيرة في العالم العربي والإفريقي والإسلامي والنامي. في السنة الجارية ستعقد في الصين الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، واجتماع بدورها الجديدة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي. نتطلع إلى العمل سويا مع الجانب المصري لارتقاء بتعاون جماعي الصيني العربي والصيني الإفريقي إلى مستويات جميلة جديدة لنصب نموذج جديد لتعاون جنوب الجنوب. نتقدم بالتهنئة لمصر لانضمام إلى مجموعة البريكس. نحرص على تعزيز تعاون مجموعة البريكس مع مصر لدفع حوكمة العالمية نحو تعددية القطبية على قدم المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالمنفعة للجميع والشمول. الآن هناك اهتمام بالغ من المجتمع الدولي للسرعة في قطاع غزة. تواصلت بشكل معمق مع السيد الوزير وتواصلنا إلى توافق عالية درجة، وسننشر بيان مشترك بين الصين ومصر بشأن القضية الفلسطينية، تأكيدا على وقف إطلاق النار فوري وبشكل شامل والإفراج عن المحتجزين والرهائن من الجانبين، وتنفيذ قرارات المعنية للأمم المتحدة وإنشاء آليات مساعدات الإنسانية ذات الكفاءة، وتسهيل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بممارسة مهامها المنوطة في كامل الأراضي الفلسطينية. كما نتابع باهتمام تطور الأوضاع في بحر الأحمر، ونؤكد على قلقنا إزاء توسع رقعة السرعة في المنطقة. يجب علينا تهدئة السرعة والاضطرابات في المنطقة وإعطاء الأولوية لضمان سلامة الملاحة في بحر الأحمر. المهم بدأ بتنفيذ حل دولتين لفتح آفاق السياسي للسلام بين فلسطين وإسرائيل وتعايش سلمي بين الشعبين الفلسطيني وإسرائيلي. الصين ومصر سيتواصلان تعزيز التنسيق والتعاون لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية. شكرا للجميع. سنفتح المجال لسؤالين لكل من السادة الوزراء. نبدأ بالأسئلة الموجهة للوزير سامح شكري. السؤال الأول أستاذة أمل صبري من التلفزيون المصري، تفضلي. ضم أمل صبري قناة النيل الأخبار التلفزيون المصري. سؤالي موجه لمعالي الوزير سامح شكري. يعني معالي الوزير، تابعنا على مدار اليومين الماضيين المرافعات التي تقدمت بها الفرق القانونية لجنوب أفريقيا وإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة. كيف ترى مصر هذا التطور، وهل يمكن أن يحدث تغييرا في الموقف على الأرض بوقف؟ بالتأكيد أننا نحن نتابع القضية التي
تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية اتصالا بمعاهدة الإبادة الجماعية. ومصر دائما حريصة على متابعة ودعم الجهود لإظهار الحقيقة والتحقيق في أي ممارسات تتم، خاصة عندما تنال بهذا القدر حجما للمدنيين، وهذا العدد الكبير من المدنيين الأطفال والنساء بالإضافة إلى التدمير الوازع الذي شاهده قطاع غزة. المطلب الآن هو إجراءات مؤقتة، يتصور أن في مقدمتها إذا ما رأت المحكمة اختصاصها وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية وقف إطلاق النار، وهو الشيء الذي نطالب به منذ اندلاع الأزمة والأعمال العسكرية، وقف الفوري لإطلاق النار مراعاة للأوضاع الإنسانية المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، وضرورة الامتثال إلى ما تقره محكمة دولية، أعلى محكمة، أعلى سلطة قضائية دولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. فبالتأكيد أنه التأثير الذي قد ينشأ عن تناول المحكمة من شأنه أن يضع الأمور في نصابها من حيث احتواء هذه الأزمة ومنع تصعيدها وتداعياتها، وأيضا في المقام الأول حماية الشعب الفلسطيني من ما يعاني منه سواء من قتل أو إصابات، أيضا التهجير القسري، ومنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه في أي اتجاه سواء كان اتصالا بالضفة الغربية أو بقطاع غزة. سؤال لمعالي وزير خارجية الصين دونغ شينوا من وكالة أنباء شينوا الصينية، تفضلي. 王毅外长您好，我是新华社记者。 سيد وانغ يي، أنا من وكالة شينوا. تم إخراج الانتخابات ما يسمى برئاسية لمنطقة تايوان، وتم فوز لاي تشينغدو في هذه الانتخابات، فما رأيكم في مستقبل تايوان؟ 这个问题问得正是。 جاء سؤالكم في وقته، أحرص على توضيح الموقف الصيني. إن الانتخابات في منطقة تايوان فقط شأن محلي للصين، فمهما كانت نتائج الانتخابات لن تغير الحقيقة الأساسية بأن لا يوجد في العالم إلا الصين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين، ولن يتغير التزام المجتمع الدولي بمبدأ الصين الواحدة كتوافق سائد. قبل 80 سنة ومن مدينة القاهرة التي نحن موجودين اليوم، أصدرت الصين والولايات المتحدة وبريطانيا إعلان القاهرة التي نص بشكل واضح على إعادة أرض الصينية تايوان المسروقة من اليابان إلى الصين. وبعد ذلك في 1945 أصدرت الصين والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي إعلان بوتسدام، ومادها 8 نص على حتمية تنفيذ بنود إعلان القاهرة. أما اليابان فقبلت إعلان بوتسدام وأعلنت عن استسلامها بدون شرط، فهذه الوثائق ذات الفعالية قانونية دولية تشكل المقاومات لنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وأرست الأسس التاريخية والقانونية بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. تايوان لم تكن يوما دولة سواء كان في الماضي ولن تكن في المستقبل. إن استقلال تايوان لم ينجح في الماضي ولن ينجح في المستقبل، ولا إمكانية لأن ينجح فيما بعد. أي شخص يريد ممارسة أو تلاعب باستقلال تايوان فهو يسعى إلى تقسيم الأراضي الصينية الإقليمية، وهو سيعاقب من قبل التاريخ والقانون. أي شخص في الساحة الدولية
لو أرادت مخالفة مبدأ الصين الواحدة فهو يسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة الصينية، وسيجد رفضا قاطعا من أبناء الشعب الصيني والمجتمع الدولي. استقلال تايوان تهدد المصالح لمواطنين في تايوان وتمس بشكل خطير المصالح الجوهرية للأمة الصينية، وتهدد السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان. هذا طريق مسدود وطريق ميت. تحقق الصين إعادة التوحيد الوطني، وستعود تايوان إلى وطن الأم. نثق بأن المجتمع الدولي سيواصل التزام بمبدأ الصين الواحدة ودعم القضايا العادلة للشعب الصيني ضد حركات انفصالية لاستقلال تايوان وتحقيق التوحيد الوطني. شكرا معالي الوزير. استأذن حضرتك في سؤال حوالين الصراع في المنطقة. مصر حذرت مرات عديدة من توسعة هذا الصراع في المنطقة، ولكن للأسف الآن نشهد توترات على الساحة اللبنانية، على الساحة العراقية، على الساحة السورية، على الساحة اليمنية وفي البحر الأحمر. فهل ترى حضرتك أنه فعلا تم توسعة هذا الصراع؟ وأيضا ماذا يمكن أن تقدمه مصر من أفكار وطروحات لمحاولة وقت هذا التوسعة لهذا الصراع، على الرغم من أن إسرائيل ترفض وبشكل مستمر وقف إطلاق النار؟ شكرا. منذ بداية الأزمة ونحن نحذر من توسعة رقعة الصراع، بل نطالب بوقف الصراع في غزة، رغم إدانتنا في بداية الأزمة لأي استهداف للمدنيين، ولكن التوسع في الأعمال العسكرية وما نتج عن ذلك من أضرار بالغة على الشعب الفلسطيني، على المدنيين في غزة، 70% من المساكن هدمت، الشعب الفلسطيني بالكامل هجر إلى جنوب قطاع غزة، قلة المساعدات ونفذها إلى القطاع، ووضع الصحي والإنساني بصفة عامة وتدهوره، بالإضافة إلى التصعيد الحادث سواء على الحدود اللبنانية في بعض الأعمال المستهدفة لمواقع، وأيضا التوتر في البحر الأحمر والتعرض لحرية الملاحة، كلها أمور تنبئ سواء عن عمد أو خطأ بتوسيع رقعة الصراع ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التصعيد اللي له انعكاساته بالغة الخطورة على الأمن والاستقرار، على الاقتصاد، على حياة المواطنين، ومن ثم استمر في ضرورة معالجة هذا الأمر، وفي البداية بوقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع أساس المشكلة وهي قضية الاحتلال، قضية حقوق المشروع للشعب الفلسطيني، إقامة الدولة الفلسطينية. إقامة الدولة الفلسطينية من خلال توافق دولي وفي إطار توقيت محدد، اعتراف بفلسطين كدولة، عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. هذا الأمر ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويخرج المنطقة من الدورات المستمرة من العنف والانتقام، وإنما يفتح الباب للعيش المشترك والاستقرار والأمن لكافة شعوب المنطقة. لابد أن نتعامل مع أصل المشكلة، وأصل المشكلة هو الحقوق، توفير الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته. إذا ما تم هذا تتلاشى أسباب التوتر وأسباب الصراع. سؤال الأخير لوزير خارجية الصين. أستاذة آية تفضلي من فينيكس تي في.
أهلا معالي الوزير وانغ يي، أنا صحفية من فينيكس. منذ السرعة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي وجدت اهتماما بالغا من المجتمع الدولي. هل بإمكانك تسليط الضوء على وجهة النظر وسياسة الصين تجاه السرعة في قطاع غزة؟ أولا وقبل كل شيء، في هذه القضية الصين تتفاهم بشكل كامل وتدعم ما أسلف معالي الوزير سامح الشكري من الموقف المصري. الآن تستمر السرعة في قطاع غزة وأودى بحياة المدنيين الأبرياء وأدت إلى أزمات إنسانية خطيرة وتتسارع تداعيات الخارجية إلى المحيط. الصين تقف دائما إلى جانب العدالة والإنصاف. نعمل سويا مع الدول العربية والإسلامية على وقف إطلاق النار والقتال، ونبذل كل ما في وسعنا لحماية المدنيين، ونبذل جهود دؤوبة لدفع إيجاد حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية استمرت 76 سنة، فإن هذا الظلم التاريخي لا يجوز أن تستمر لفترة أطول. في وجه السرعة الحالية بقطاع غزة، نرى أولاً أن وقف إطلاق النار والقتال في أسرع وقت ممكن هي أولوية القصوى فوق كل اعتبارات. قد أودى السرعة في غزة بأرواح 20,000، والوضع خطير جداً. يجب على المجتمع الدولي تركيز كافة الجهود على دفع وقف إطلاق النار وحماية المدنيين بخطوات عاجلة لإنقاذ أرواح المدنيين. ثانياً، أن ضمان مساعدات الإنسانية التزام أخلاقي، لا يجوز أي تأخر. قد تم تدمير بشكل شامل البنية التحتية في قطاع غزة، ومليونين النسمة يتراوحون عند حافة البقاء. لابد من تنفيذ القرارات بشأن المساعدات قطاع غزة صادرة عن مجلس الأمن الدولي لإنشاء آليات مساعدات الإنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدامة وبدون عوائق. قررت الحكومة الصينية تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء شعب غزة. ثالثاً، التدابير المستقبلية في غزة يجب أن تحترم الإرادة للشعب الفلسطيني بشكل كامل. وقف إطلاق النار والقتال شرط أساسي لحوكمة غزة، وحكم الفلسطيني من قبل الفلسطينيين مبدأ أساسي لمستقبل غزة، وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم المصالحة الداخلية الفلسطينية طريق واقعي لتنفيذ حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة. ينبغي للمجتمع الدولي الإصغاء بجدية الهموم المعقولة لدول المنطقة، فالحوكمة المستقبلية في غزة يجب أن تكون الخطوة مهمة نحو حل دولتين. رابعاً، تنفيذ حل دولتين طريق لابد منه لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية طبيعتها تصحيح الظلم التاريخي. لابد من استعادة العدل للشعب الفلسطيني في يوم مبكر، ومن بد من إيجاد حل سياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، ومن ضروري التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. تدعو الصين إلى عقد مؤتمر سلام الدولي الأكبر حجماً ومصداقية وكفاءة من أجل ذلك، لوضع أجندة زمنية وخريطة طريق محددين لتنفيذ حل دولتين، ودعم استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني وإسرائيلي، بما يحقق تعايش سلمي بين دولتين الفلسطينية وإسرائيلية، وتعايش المتناغم بين أمتين العربية واليهودية. تتصاعد الوضع في البحر الأحمر مؤخرا، نولي اهتماما وانشغالا شديدا بذلك. إن مياه بحر الأحمر ممر دولي مهم للبضائع والطاقة،
وندعو إلى وقف التصرفات للحجام هجوم وتحرش السفن المدنية وعلى الحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد والإنتاج ونظام التجارة الدولي. في الوقت نفسه لم يفوض مجلس الأمن الدولي أي دولة باستخدام القوة ضد اليمن. من الضروري التجنب من صب الزيت على النار في الوضع المتوتر أصلاً في بحر الأحمر. الأمر من شأنها تأجيج المخاطر الأمنية الكلية في المنطقة. إن التواتر الحاد في البحر الأحمر هو تجسيد لتداعيات الخارجية لصراعها في قطاع غزة. فالأولوية القصوى تحدي الوضع ووقف القتال في غزة. فيجب على كافة الأطراف الحفاظ على سلامة الملاحة في مياه بحر الأحمر، وفي الوقت نفسه احترام سيادة يمن وغيرها من الدول المطلة على البحر الأحمر. 非常感谢